معي عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد مساء الخير. بداية، أين تجد ملامح لتوظيف قطر للمال والسلاح والإعلام في دعمها للإرهاب في عدد من دول المنطقة، ولنتحدث أكثر عن دول الخليج وعلى رأسها السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أمسي عليك أخي الكريم وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة هذا الموضوع لم يعد يحتاج إلى طرح كثير من الأدلة. يكفي أنه منذ بداية الأزمة ومن تاريخ 5/6 عندما وضعت الدول الأربع يدها على هذا الأمر، أصبح هناك انحسار لمثل هذه الأمور، دليلا على أن المال القطري كان يتسرب إلى مواطن الصراع سواء في اليمن أو حتى في المملكة السعودية في منطقة القطيف ومنطقة المسورة والعراق وسوريا ومنطقة البحرين، يدل أنه كان المال يجري إلى هذه المناطق، ولا سيما أنه الحدود مفتوحة مع دولة قطر وليس هناك ذلك المراقبة الشديدة على مثل هذه الموضوع بحكم أنه دولة شقيقة، وبالتالي لم يكن يخلد في أيضا في يدور في خلد أحد منا أن هذا المال هو مال يستهدف به أبناء المنطقة. بعد أن وضعت هذه الأموال تحت النظر الدولي، لم يعد الآن مراقبة عربية فقط، والمؤتمر الذي سيعقد إن شاء الله عندكم بكرة إن شاء الله هو من ضمن أعماله ومن ضمن تخصصاته ومن ضمن دواعي عقده هو المراقبة الدورية. تلاحظ أن المؤتمر عقد في القاهرة وفي جدة وعقد عندكم في المنامة، وبعد ذلك سيعقد في دولة الإمارات، كل هذا لمتابعة المستجدات ومتابعة مدى التزام قطر بالتزاماتها القديمة أو استجد شيء في تصرفاتها الجديدة، ولا سيما بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي أجرت عليه بعض التعديل أو اتفاقيتها. طيب، ضمن ما سيتابعه وزراء الخارجية في اجتماعهم غدا في المنامة كما تطرقت إليه دكتور أحمد، تعلم أن قطر قامت بالتوقيع على اتفاقية نعم الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما قامت أيضا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الوطني لديها بعد أيام من الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ألا ترى بأن الضغوطات التي تمت ممارستها باتجاه قطر بدأت تؤتي ثمارها بشكل جيد، وبالتالي أصبح تزامن هذه الخطوات من الدوحة مع انعقاد مؤتمر أو لقاء وزراء الخارجية في المنامة غدا ربما يسلط الضوء أكثر على ما أنجزته قطر حتى الآن وما من الممكن أن تنجزه أيضا في المستقبل، ومدى نجاعة هذه المقاطعة لقطر في أن تبدأ بالعودة إلى رشدها وصوابها؟ أحسنت، سؤال وجيه جدا. لو لم يكن من المقاطعة إلا الانتظار فقط لا أتت أكلها. يعني الوضع الآن في شقيقة قطر وهو يؤلمنا الحقيقة كأشقاء وكدول خليجية وعربية، ولكن حكومة قطر هي من أرادت للشعب القطري أن يعيش هذه الحياة. الوضع الاقتصادي صعب، العملة متدهورة، البورصة متدهورة، قروض الطيران متدهورة، الاعتماد المالي الدولي متدهور، الاحتياطي هو في خطر الآن. يعني كل الأمور الآن أصبحت يعني في وضع يفترض من العقلاء في قطر أن يدعنوا للمطالبات التي وقعوا عليها عن 11 وعن 13 و14 وفي قمة الرياض عام 2017. يفترض أن كل هذه يعني الالتزامات أصبحت الآن على الطاولة للتوقيع والإذعان والالتزام. المجتمع الدولي لم يعد ذلك المجتمع قبل 2017 بعد قمة القرن. المجتمع الدولي الآن أصبح بالضرورة يراقب الأموال ويراقب هذه التحويلات ويراقب كل هذه الأنشطة. لذلك تجد أن الدعم الآن أصبح عالي، لم يعد للدول الأربع. قطر اتجهت إلى كل العالم، اتجهت إلى مجلس الأمن، اتجهت إلى أمريكا، اتجهت إلى بريطانيا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، وإلى الصين، وإلى روسيا. كل هؤلاء قالوا الحل في الرياض، الحل خليجي. يعني لم يعد هناك أي ملاذ آخر تستطيع قطر أن تستخدم منه حلا أو مناكفة. لذلك الكثير يعتقدون أن ما تقدمه الآن أو ما تقوم به قطر الآن هو مكابرة. لم يعد هناك مجال للمكابرة، بل هو إصرار على ما يخطط من خارج قطر.
نعم. لأن المكابر لا يكابر إلا إذا كان في وضع وضحت الصورة دكتور أحمد يقدم شيء. نعم الوضع الاقتصادي لم يعد بحاجة إلى مكابرة. شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري.